مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله مشاهدينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامجكم، برنامج ديوان الصحافة. ديوان الصحافة راح نتناول كالعادة أبرز وأهم أخبار صحفنا وجرائدنا المحلية. اليوم طبعا مشاهدي الكرام، يعني الكويت ستشهد مؤتمر قمة عربية، وبالتالي يعني الأجواء كلها الآن تتجه إلى هذه القمة. جميع الأخبار يعني اللي في صحفنا المحلية، ويمكن حتى الآن أصبح حديث الشارع الكويتي هي القمة العربية اللي راح تستضيفها الدولة، والبلد كلها يعني على قدم وساق استعدادا لهذه القمة. وبالتالي راح نشوف اليوم أغلب العناوين الرئيسية في صحفنا المحلية تتحدث حول القمة وحول يعني جدول أعمال هذه القمة، والتوقعات بإذن الله تعالى بأنها تكون قمة ناجحة، طالما أن سمو الأمير حفظ الله سيكون هو القائد لهذه القمة، وهو يعني الذي سيحاول بإذن الله تعالى وستنجح محاولاته برب الصدع بين الأشقاء العرب. إذن موضوع القمة العربية راح يكون الأسبوع هذا فعلا حافل. اليوم والأيام القادمة راح تشوفون تلاحظون مشاهدي الكرام تقريبا أغلب الأخبار راح تتحدث حول القمة العربية وتفاصيلها، ويعني ما يحدث ومن أخبار ومن بيانات ومن يعني لقاءات. هذا على المستوى مشاهدي الكرام، على مستوى القمة الخليجية. بقية تقريبا يعني الأخبار المحلية اللي تتعلق في يعني أخبار الوزارات، أخبار الوزراء، أخبار مجلس الأمة بدأت نوعا ما تقل شيئا فشيئا، على اعتبار أن الآن الكل مهتم في موضوع القمة العربية. لكن هذا لا يعني لا يوجد هناك أخبار، هناك بعد يعني أخبار كثيرة، ومن ضمنها يمكن موضوع مزارع الوفرة وإيقافها من الوزير العمير على اعتبار أنه هو الذي يرأس تتبع للهيئة العامة للزراعة. موضوع المزارع أحدث لغط كبير، وهناك اتهامات بأن هناك تنفيع لسياسيين لا يستحقون توزيع هذه يعني الإراضي الزراعية التي كما تقول هيئة الزراعة بأنها وزعتها لأجل يعني التنمية الثروة النباتية كما تقول، لكن يبدو أن للأسف الشديد احنا عادة ما توزع مزارع لأجل يعني تنمية الموارد اللي تتعلق في الثروة النباتية الفواكه والخضروات، لكن للأسف تتحول هذه المزارع إلى استراحات ولا مخازن، وبالتالي كثير من المزارع غير مستفيدين منها ولا مستفيدين من أي إنتاج يخرج منها. ويبدو أن هذا الموضوع اليوم كذلك يعني على نفس المنوال وزع على شركات هي بالظاهر اسمها شركات لكنها تتبع لأشخاص، يبدو والله العالم كما اتهمت بأنها أشخاص سياسيين أعطي هذه المزارع لأجل مواقفهم ويعني أماكنهم وسلطاتهم في يعني السياسة، أو موقعهم في الجانب السياسي هو الذي أدى لإعطائهم هذه المزارع، وليس الهدف منها هو أن يملك شركة فعلا تعمل حقيقة في مجال إنتاج وزيادة الثروة النباتية والخضروات والفواكه. هذه تقريبا الأبرز، وهناك الكثير والكثير من العناوين يعني المتنوعة راح نشوفها راح نقراها معكم. راح شاركنا كالعادة الأخ محمد العجمي بتحليل وقراءة صحفنا المحلية. حياك الله أخ محمد. حياك الله محمد، كذلك نرحب بالمشاهدين الكرام الذين سيرافقوننا في هذه الحلقة لقراءة عناوين ومنشطات الصحف التي ستصدر يوم الأحد، وكذلك يعني بعض العناوين المختلفة والتي سنحلل، ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا في قراءة تحليلية لنوصل الخبر وما هو يعني ما خلف الخبر وكيفية كتابة هذا الخبر للمشاهد الكريم الذي عودناه دائما لأن ننقل له يعني ما هو الفرق بين الخبر وكتابته وما هو حيثياته. اليوم يمكن في هذا الأسبوع الشعب الكويتي ممثلا بالقيادة السياسية يعني يحتضن ولديه ضيوف من العرب ومن القمة العربية التي الكل سيساهم والكل يعني سيشارك لإنجاح هذه القمة، والتي يعني تتحدى المسؤوليات ويعني عجلة الزمن التي يسابقها وظروف المنطقة التي ستلعب دور ليعني الخروج بتوصيات والخروج بقرارات مهمة في هذه القمة، ترقبات عالمية وترقبات عربية، وكذلك دول المنطقة يعني الكل والعيون دائما والأضواء دائما تسلط على الكويت وعلى أمير الدبلوماسية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، الذي يعني نجاحات القمم السابقة اليوم نجدها يعني من نجاح إلى نجاح، ونتمنى أن يعني أن ينتهي هذا القمة لمصالحة عربية وكذلك خليجية
في يعني الجوانب المهمة والجوانب الاقتصادية وحل أغلب القضايا العالقة بين الدول. نعم. طيب ننتقل الآن مشاهدينا بجولتنا ونذهب معكم في صحفنا المحلية ونبدأ بجولة الشاهد ليوم الأحد نشوف أبرز العناوين. مكافحة الإرهاب وأمن الحدود أمام وزراء الخارجية اليوم، إضافة إلى ملفات بناء القدرات الوطنية وتفعيل مبادرة السلام. 38 ألف مواطن يستفيدون من صندوق المعسرين، الكندي للتسجيل غدا وأحمل الوزير مسؤولية عدم الالتزام بالتعديلات. عمومية ساخنة لبيت التمويل اليوم بسبب الصراعات والخسائر، مساهم بيتك يرفضون منح مكافآت لمجلس الإدارة. مجلس الوزراء وزير المواصلات مسؤول عن الكويتية، والسعودية تثمن مبادرة الأمير دعم المشاريع الصغيرة. العربي يطالب بإنشاء مفوضية مصرفية عربية، والحمود دبلوماسية الأمير قادرة على لم الشمل، لم يتأكد بعد حضور أمير قطر. العمير قرار وقف توزيع المزارع للصالح العام، ولتدقيق الملفات تسلمنا 2,970,000 دولار من صندوق الأمم المتحدة. المالية تناقش البي أو تي اليوم بحضور الصالح. 15 عيادة طبية في مقر إقامة الوفود. قطر للقوات الأمريكية لا تنسحبوا والنفقات علينا. الحامدي زيارة رئيس الحكومة التونسي لدول الخليج تصفية خواطر. مستشار ورئيس مجلس الأمة لا يداومون في مكاتبهم، يتقاضون رواتب ومكافآت من المال العام. الأخرافي مشكلة رئيس الوزراء في محمد العبد الله، المحسوبيات والموازنات حالت دون طرح الثقة بوزير الإشغال. موسى برنامج السيسي الانتخابي يحقق الرخاء والحياة الكريمة. 29 ولاية أمريكية قررت الانفصال، 70,000 مواطن من تكساس يوقعون العريضة غدا. الجبري سأسحب توقيعي على طلب تعديل الدستور، وزير البلدية وافق على كادر مفتش الأمن والسلامة. والأثري لا نتخذ أي قرارات خلف أبواب مغلقة. 1419 موظفا وموظفة بدون يعملون في الجهات الحكومية، والشرطة ترتدي الصيف اعتبارا من اليوم. هذه عناوين مشاهدينا جريدة الشاهد ليوم الأحد. أخ محمد، يعني الأبرز اليوم تصريحات وزير النفط علي العمير حول المزارع التي يعني أعلنت الهيئة العامة للزراعة بأنها لديها مشروع للثروة النباتية وتطوير يعني مشروع استراتيجي، وزع تقريبا 360 مزرعة ل 360 شركة، على اعتبار أن هذه الشركات كلها أساسا تخصصها يعني في موضوع المحاصيل الزراعية والفواكه والخضروات، لكن يعني انشغل الشارع الكويتي ويعني الكل يتحدث حول وجود تنفيع، وعطيت بعض هذه المزارع لسياسيين. اليوم الوزير طبعا قبل كم يوم تقريبا وقف توزيع المزيد من التدقيق كما يقول للصالح العام. والمشكلة أن الهيئة العامة للزراعة أعلنت المشكلة، البيان يعني أرسلوه للصحف المحلية، يعني قالوا وذكروا في هذا الكلام بأنهم هناك يعني البعض أخذ بطريقة خاطئة، لكن لا يعني هذا أن هناك تنفيع. ما أدري شلون البعض أخذ ولا يعني هذا أن هناك تنفيع، يعني بيانهم اللي أرسلوا للصحف كان متناقض نوعا ما. شوف، أنا بالنسبة للوزير علي العمير، يعني هو رئيس الأعلى، رئيس المجلس الأعلى للبيئة والزراعة، وإحنا يمكن ذكرنا في السابق بأن هنالك لغط أو قدمت يعني بيانات واضحة وفق الوثائق بأن ما دار في القرعة وما حدث، يعني ذكرت أعتقد جريدة القبس، يثير الريبة فعلا ويثير الشك. لماذا وصلنا إلى هذا المستوى؟ لماذا لا نتقدم خطوة لما يحدث، يعني لما يحدث في قضية التوزيع المناسب؟ ما هي هذه الشركات وما هي الأسماء التي خلف هذه الشركات؟ من الذي أدخل هذه الأسماء ووضع لها هذه؟ لابد أن يحاسب. أما نعيد التوزيع ونعيد وعفى الله عما سبق، أعتقد أن هذه قضية أصبحت يعني مستهلكة جدا دائما في القضايا، وإبعاد المسؤوليات وكأن شيء لم يكن. إيقافها لماذا يتم إيقافها؟ إيقافها أسبوعين بعد يمكن ترد ثاني مرة، يعني أبين لك لماذا إيقافها. هذا رفع قضايا،
شوف شلون يعني شوف الخطا اخطاء حكوميه. طيب انت وقفتها لا بد يكون عندك دليل تدين هذا الايقاف وتعيد الترتيب من جديد حتى لا يكون لك ادانه. يعني بعض الاجراءات الحكوميه تجدها انها متسرعه لمصلحه الاخرين لمصلحه ولا ويكون التضرر ويكون التعويض اكبر ما تصور اكثر من العطاء الذي الان له. احنا لا نتحدث عن الارض اللي دفع فيها 100,000 فقط. ارض يعني هي مجانا وين 100,000 دفع فيها؟ لا 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 الارض اللي وزعت هذه مجانا. ببين لك انا هي شركات تضع 100,000 لدى الحكومه كتامين. تامين فلوس موجوده بس ببين لك يعني الان هي قاعد نقول لك ارتفعت ترى مكاتب تحط لك 100,000 عادي يطلع لك يعني شركه ب 100,000 ما عنده مشكله 500 دينار تدفع لهم 1000 دينار يحطوا لك 100,000 50,000 ما عندهم مشكله هذه معروفه متعارفه يعني موجوده الاعلانات تارسه يعني الصحف في هذا الجانب. محمد هي مي قصه ال 100,000 ولا قصه القصه يعني على اي اسس وزعت وما هذه الشركات الذي ستزيد الثروه احنا القصد منه هو الاكتفاء الامن الغذائي والاكتفاء اي الاكتفاء الذاتي من المحصول. هل هذا توفر في هذه الشركات وكيف التوفر في هذه الشركات؟ أخي محمد احنا عندنا تجربه في يعني مزار العبدلي والوفره وزعت الدوله وزعت اراضي منذ سنوات طويله وانت تعلم والكل يعلم كثير من هذه المزارات تحولت الى استراحات بالعكس بعضها مؤجر يعني تاجير وبعضها تحولت الى يعني مخازن. السؤال وين دور الهيئه العامه للزراعه؟ ليش ما يكون عندهم حملات تفتيشية على هذه المزارع؟ والله اللي ما هو ملتزم ولا هو قاعد يزرع ولا قاعد يسوي انتاج ولا محصول تسحب منه المزرعه حتى وان كان شريها باي مبلغ. لماذا تهدر اراضي الدوله بهذا الشكل؟ الاراضي الزراعيه حولت الى استراحات ولا مخازن؟ وين دورهم الهيئه الان؟ قاعد يسوون ترى نفس المصيبه قاعد يجددونها في 360 اللي قاعد يوزعونها الان بهذه الطريقه. راح توقع وراح نشوف وثق تماما راح تطلع لك بعض هذه الشركات تحولها الى مزارع تحولها الى استراحات الى مخازن فقط لا زراعه ولا شيء. اخي الفاضل يعني ما في رقابه على هذا الموضوع، احنا ذكرنا حتى بالامس القريب يعني حتى في الجواخير حتى في جوانب اخرى كان من الاولى يكون هناك يعني امس قاعد يقولون ما في تحويل في الجواخير والاسطبلات اعتقد والمزارع ما عاد في تحويل، لكن نحن نعلم ان في تحويل، هذا الكلام يعني ناخذه على محمل الاستهلاك فقط، لكن في تحويل. الكلام اللي يقول ما في تحويل كلام غير صحيح. على المزارع قال ما في تحويل. لا المزارع مكتوب المزارع والاسطبلات والجواخر. يعني هي الهيئه العامه للزراعه منعت الكل. ايه فبالتالي اعتقد هذا كلام يوضح بس ديكور للمواطن لكن الباقيين شغالين وضعهم ماشي. طيب ناخذ الجانب الاخر شنو قصه الشاليهات؟ ما اللي ينطبق على المزارع والجواخير ينطبق على الشاليهات. قضيه الشاليهات قضيه خطيره جدا. اليوم نجد ان هنالك بيع بالباطن. وهناك استغلال غير سليم لهذه الشاليهات. الواجهة البحرية يعني على مدى 60 كيلو تم إغلاق الواجهة البحرية بجميع نواحيها من المسيلة حتى النواصيب 60 كيلو من بين منشآت نفطية إغلاقها وهذا أمر يعني محتم علينا والبقية الباقية أسماء عوائل كرام نجلهم لكن ما ينبغي أن تغلق هذه البحر للجميع والشاليهات طبعا يعني صف أول وصف ثاني وأخذ ما في استمتاع اذا ما في استمتاع فبالتالي اعتقد بس ابين لا لا القصد شنو؟ انت يا العميل لا تقف جانب تشتغل من جانب بسيط عشان تم تهديد عليك بالاستجواب، لا تترك افتح الملف في جميع نواحيه، جميع الملفات تغلق تفتح. الشخص الذي لا يعمل في هذا الجانب والشخص الذي يعمل بالباطن تقسيم المزارع الى 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 50 في 50 متر يعني الان المزرعه قاعد تباع 50 في 50 يعني المزرعه الواحده تباع تقسم الى 12 على 12 شخص تقريبا على قيمة 40,000 دينار أو 60,000 دينار فأصبحت يعني باب للثراء السريع. هذا يعني يشتغل عليه وشنو عنده؟ أهم شيء ناخذ من أملاك الدولة وشو المشكلة وبعدين نحول. هذه قضية خطيرة. لا أقول لك التحويل فقط لمدة 5 سنوات بالنسبة للمزارع اللي وزعت الآن الجديدة هذه. ثق بالله في لها مخرج. ثق بالله اللي قاعد يصير الآن هو عبارة عن ديباجة. ترى احنا نصر ونحط القوانين ونقيد لكن تفتح الموضوع ولا يوجد بالكويت قانون متبع اكثر ما نصدر قوانين موجوده احنا واكثر ما يحط قوانين الكويت لكن منو اللي يتبع؟ منو يفتح هذه القوانين؟ اللي طبقها بس عبد الفتاح العلي وغيره ما حد طبق. هنكون واقعيين. بالتالي احنا مطلوب يعني من علي العمير الدكتور علي ابو عاصم نعلم كل العلم ان ابو عاصم شخص حازم وشخص يعني يعني لا يخشى الله لومة الله افتح جميع الملفات. واحنا نتمنى يعني وان بعد اسبوعين بنشوف بعد الايقاف هذا ما هي النتائج، ضروري نعرف شنو النتائج بعد الايقاف، ما نبي ايقاف مؤقت يعني الهدف تهدئه عظام السمه والشارع تخدير وتخديره يعني المراقبين والشارع، لا بعد اسبوعين هل فعلا السياسيين اللي اخذوا هذه الشركات يجب ان تلغى منهم وكذلك يجب ان يحاسب
اللي العاملين في الهيئه العامه للبيئه للزراعه القياديين اللي عطوا هؤلاء السياسيين ولا بس حكي كذي؟ لا ما يصير اسحب منهم بس. لا يا خلي عمير، اما انك تحاسبهم ولا انك تقدم استقالتك من وزاره النفط ولا يا جماعه انا ما قدرت اصلح وتوكل على الله. ولكن يجب ان يحاسب اللي اعطى مزارع وزعها لسياسيين لاجل تنفيع، يجب ان يحاسب ويقال ويحل النيابه العامه لانه خدع منصبه وخدع الشعب الكويتي وخان الامانه. فهذا الشخص يجب ان يحاسب منك يا علي عمير كوزير ويحال النيابه العامه، يعني يفصل ويحال النيابه العامه، هذا اقل شيء. اما والله طمطمون السالفه وبس خلاص نبي نرد المزارع اللي اخذوها السياسيين وطمطم على الامر، لا هذا ما يصلح. هذا الامر هذا مو اصلاح، الاصلاح فعلا تعاقب هذا الشخص حتى يكون عبره لغيره، ومستقبلا نضمن بان اراضي الدوله لا توزع هكذا هبه تعطى لاجل سياسي فلان وعلان، ويعني اللي تعرفين يعني جماعه المطبلين اللي يعطى لهم هذه الامور. خلينا ننتقل الى القبس ونشوف عناوينها. مناقشة الإرهاب بشكل عام والقمة المقبلة في مصر والإمارات، إنشاء مفوضية عربية مصرفية، فهمي المشاكل لا تحل في يوم وليلة. النص جلسة خاصة القضية الإسكانية بعد الانتهاء من دراسة حلول المعوقات. العبيدي 68 طبيبا و35 سيارة إسعاف وتجهيز 15 عيادة. شهادات علمية مزيفة، براشيم للغش، سرقات فكرية. يعني هذه السكنية، التفاوض مع الزراعة على 600 قسيمة فقط. هذه تقريبا هي أبرز عناوين جريدة القبس. طبعا القبس أخ محمد لا زالت يعني بس تصريحات، يمكن النص ركان النص دائما يحطونه في الصفحة الأولى، يحاولون يعني يعطونه شوي مساحة كبيرة جدا، وكأن ركان النص هو اللي قائم بحل المشكلة. وشفنا مشاهد الكرام المؤتمر المضحك، مؤتمر التجار حول الإسكان اللي ضحكوا على الشعب الكويتي وأرادوا يعني الطبقة التجارية تريد أن تحل مشكلة الطبقة الوسطى والمحدودة في بالنسبة لقضية الإسكانية عن طريقهم. ويفترض أن كان هذا الموضوع أنه يعطى لأبناء الطبقة المتوسطة المحدودة، هم الذين يحلون هذه المشكلة ويضعون الحدود وليس التجار. عموما هم أعطوهم هذا المؤتمر وعملوا منه كأنه فتح مبين وكأنه انتصار كبير، ولا زالت القبس يعني تحاول أن يعني تبشر بهذا الموضوع وأنه سيحل عن طريق طبعا عضوها وهو ركان نص. وشوف المساحات الكبيرة تعطى له. بالأمس وزير الإسكان أعلن قال يعني بعد 2017 ما عندنا أي رؤية لتوزيع القسائم. ثاني شيء قال 12,000 وحدة سكنية إذا بنوزع سنويا بنك التسليف راح يفلس، ما في مجال أنه يوزع. وكان صادق. أنا قلت لك أخي محمد الوزير واضح قاعد يعني صادق في هذا المسألة، ويبدو أن الموضوع يعني واضح هو يراد له بروباغندا ودعاية إعلامية من البعض يستفيد منها الأكثر والأقل. الوزير قال لك البنك التسليف راح يفلس وما عندنا رؤية بعد 2017، لكن ركان نص بيحل لك المشكلة. إيه بيحل، لأنه رئيس اللجنة الإسكانية وهو طلب يعني من مجلس الأمة بكتاب رسمي من اللجنة الإسكانية محمد بأن يقدم إلى التعاقد مع أكبر المستشارين يعني التي لهم علاقة بالإسكان يعني، واختيار مكتب استشاري، ويعني بين كذلك أن البنك الدولي محد الأراضي الحضرية ومركز الإسكان المشترك من جامعة هارفورد إضافة إلى الاتحاد الدولي للإسكان والتخطيط. رد علي طالب ما يعني أعتقد أني باقي لي شغلتين ويروح الأمم المتحدة. طيب أخي محمد أنت ملاحظ شغلة، يعني خلني شوي نكون أكثر يعني وعيا في هذا الجانب. غريب جدا موضوع المشكلة الإسكانية. الآن المتصدين اللي بيحلونه هم يعني إما الطبقة التجارية أو محسوبين على الطبقة التجارية، وهذا الغريب في الأمر. يعني الآن في مجلس الأمة وخارج مجلس الأمة المتصدين لهذا الحل هم من الطبقة التجارية والمحسوبين على غرفة التجارة، يعني الطبقة المخملية ما عندنا مشكلة. بس غريبة أول مرة يعني هذه الطبقة عادة يعني ما يهمه موضوع يتعلق في الطبقة المتوسطة والمحدودة، عادة يكون نقاشهم نقاش على يعني مواضيع تتعلق في المناقصات في الميزانيات. الأيام اللي طافت ومن المجلس هذا بدأت الاهتمام في هذا الموضوع. البعض يقول بأن 110,000 وحدة سكنية هذه ستكلف الدولة مليارات، وبالتالي يسيل لها اللعاب لعاب التجار والمناقصات. وبالتالي من خلال مؤتمر الإسكان طرحوا طرحت فكرة أمانة في هذا المؤتمر بأن تأخذ 110,000 يعني قسيمة هذه الشركات أو مجموعة التجار
والمتنفذين طبعا مو اي تاجي طبعا هم الذين يبنون البيوت ويبيعونها على المواطن، كل مواطن يبيعونها 70 إلى 80 ألف. طبعا هي البيوت الان تكلف على الدوله 36 ألف تقريبا، هم يبيعونها ب 70 ألف أو 80 ألف. يقال هذا الامر طرح في هذا المؤتمر اللي وضعوه، انا اللي اسميه مؤتمر تجاري. شوف يعني حتى الحل اللي وضعوه يخدمهم بالدرجه الاولى، فيقال بان هذا الاهتمام هو حتى تكون القضيه تحت سيطرتهم، المناقصات الاسكان التي تسيل لها اللعاب تكون تحت سيطرتهم ولا تخرج منهم ابدا. وين الجديد في دار؟ ما انا اعتقد ما في شيء جديد. الجديد انهم تصدوا لاول مره لقضيه تمس احنا لا شريحه الطبقه المتوسطه والمتحدثه من الشعب الكويتي. تصدوا هم وضعوا حل يتيم. اما هذا ولا ما فيه؟ ما في ولا فلا. هم ماسكين اللجنه الاسكانيه، وهم ماسكين رئاسه مجلس الامه، وهم ماسكين الجانب الاقتصادي، وهم الجانب التنفيذي. الجانب التنفيذي فهو الكل. جميع المحاور بيديهم. وين الراي الثاني؟ مثلا قلنا هذا راي يعني طلع لي راكان النص يخالف مثلا لرؤيه معينه الفيصل الشايع، يعني فيصل عنده رؤيه، فيصل الشايع راكان النص عنده رؤيه مختلفه عن فيصل، مثلا مرزوق غانم عنده رؤيه مختلفه عن الثلاثه مختلفه. والهدف كله لمصلحه المواطن. لا مو صحيح، كلهم رؤيه واحده، بس لكن الكل يدفع باتجاه هذه الرؤيه. راكان من اتجاه المؤتمر، من اتجاه يعني فيصل الشايع من الجانب لانه ماسك اللجنه الماليه، مرزوق الغانم ماسك حق المؤتمر. اي فبالتالي كلهم يتمحورون على حل واحد. التمويل. تعال صرح يا ابو، قل انه ما عندنا البنك الائتمان راح يفلس. يلا وتعال الثاني صرح لي عشان ياخذون من بنوكم. اي فبالتالي سلف. تضطر الدوله الى هذه الهاله الاعلاميه وهذا تسليط الاضواء ومكاتب استشاريه. شنو طالب؟ شوف شنو طالب مكاتب استشاريه عالميه. يا اخي ايش قصتنا يا اخي؟ احنا ترى كله مليون، المطلوب 100 ألف مثلا. احنا شركه كوريه قالت 250 ألف اسوي لكم يعني، بس ما يبون طبعا شركه كوريه، يبون شركاتهم. شوف انا اعتقد الكوريات هي مثال موجود، يعني اعتقد انه في عهد شركه كوريه بنت. نعم. اي بعيدا عن التعاقدات ابو محمد، جات الشركه نفذت توكلت على الله. وين المشكله؟ انا بعرف وين المغزى هني. القصه ناخذ المناقصه راحت علينا الشركه الخارجيه. لا اذا نحن نبي ندعم الاقتصاد المحلي. ايه نبي المنتج المحلي ندعم. وعجله الاقتصاد ما في الا على جثث المواطنين. ما مو منطقي. فبالتالي دعم الاقتصاد هذا شيء يبي مكاتب استشاريه عالميه، البنك الدولي ضروري، هذا معهد الاراضي الحضريه ومركز الاسكان المشترك من جامعه هارفرد. جامعه هارفرد ليش؟ مصعبها والله. والله قصة أحس إني يا أخي بنكتشف ذرة، يعني عندنا مفاعل نووي بكرة بنكتشف شيء جديد. صدق بيصعبونها. ما هي قصة والله العظيم. ولا بالإضافة للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي يعني جميع العالم يتحدون. من اشتغلت؟ بالتالي أعتقد. اشتغلت وجبتكم. هذا كلام هالة، وهذا ترى تضخيم المشكلة. المشكلة ترى كالتالي سهلة. أنا ماني مهندس لكن سهلة. سهلة في طريقة أنك تكيف نفسك على إيجاد فعلا إسكان للمواطنين، لكن صعبة إذا تريد تضخيم ودك. والله والله أخي محمد سهلة، مجرد يعني بنية تحتية تقوم الحكومة بإعطاها للشركات ويضخ المليارات اللي تضع في البنوك. هذه المليارات قاعد يحطون تقريبا كم 20 مليار سنويا. نعم. 20 مليار دينار كويتي قاعد تضع في البنوك، هذه 20 مليار يحطونها بنك التسليف، ويلا عط المواطن وخليه يبني، افتح المجال. لكن ما يبون، ما يبون. ليش ما يبون؟ لأن اللي ماسكين موضوع الإسكان هم ناس متنفذين، يبون لشركاتهم، يبون هم يسوون البنية التحتية، يبون هم يبنون، يبون هم عن طريقهم القسامة، يبون كل شيء عن طريق، وحبة حبة بالتدريج. ويبون حتى موضوع لا ليش تحط بنك التسليف تعطيه 20 مليار؟ لا 20 مليار حطها ببنوكنا، حطها عندنا، وحنا نغرض المواطن عشان حال نقتله من الوريد للوريد بالقروض الربوية اللي قتلوا فيها المواطنين، من الوريد للوريد بلا رحمة. وما رحموا مواطن في هذا الجانب، ما رحموا، لا قالوا وراء أسرة، وراء عائلة، وراء زوجة، وراء أولاد، أبدا. يعني السجون مليئة، السجون مليئة، ويخصمون عليه راتبه بالكامل، ولا صندوق معسرين نافعهم ولا شيء نافع. يا رجل الحكومة قالت لهم يا عمي احنا قاعدين نحط عندكم مليارات وناخذ فائدة 1%، انتم قاعدين تاخذون 8% على المواطن، احنا نتنازل عن 1%، بس انتم تنازل. قال ما نتنازل ابد، ما نتنازل، ماخذين فائدتنا ماخذينها 1000%. يعني ليش المصيبه مو كذي؟ يعني حتى على خطه التنميه لما جاء الشيخ احمد الفهد قال نبي تمويل عن طريق الحكومه، ترى سبب الحرب اللي صارت على احمد الفهد في هذا الموضوع، قال التمويل عن طريق اقاموا الدنيا وين يقعدوها عليه، وجوك يعني التحالف الوطني جماعته او كتله العمل الوطني انا ذاك بحجج، وهي رياضه، ما رياضه، رياضه ذر الرماد على العيون لا اكثر ولا اقل. كان الهدف منها لا تعال هذا قاعد بياخذ تمويل خطه التنميه عن طريق الحكومه، لا
وأجبروا الحكومة أن أنت الحكومة تحطين المليارات عندي في البنوكي وعن طريق البنوك إحنا ننقذش الحكومة ونأخذ عليك فائدة بعد. تخيل الحكومة تحط فلوس بالبنوك وتأتي الحكومة تأخذ فلوس فائدة فائدة والحكومة تأخذ منهم فائدة 1% هم يأخذون الحكومة 8% فائدة. يعني أنا ما شفت يعني أبدا ضحك على الحكومة وتلاعب بالحكومة بهذا الشكل من هذا اللوبي التجاري الموجود عنده. وبالتالي نفس الشيء على هذا الموضوع أخي محمد، ما في رحمة السيطرة ولاحظوا ليش العملية الإسكانية بطيئة؟ سبب ترى البطء في العملية الإسكانية لأن هناك شركات لملاك متنفذين يبي يمسك منطقة منطقة على الراحة، ما عنده إمكانيات كبيرة، يقعد فيها 4 سنوات خلص اللي بعده المنطقة اللي بعده، 4 سنوات 5 سنوات خلص اللي بعده بالتدريج. طيب خلنا نفتح الشركات لا 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 ما تفتح جامعة 25 سنة. وترى هذا نفس ما حصل، يعني مثال بسيط أيام يعني المقبور صدام لما حرق أبار نفط الكويت، الأمريكان شركات أمريكية قالوا إطفاء الأبار راح يقعد 4 سنوات على اعتبار كانوا يريدون هم فقط على كيفهم يطفون ويأخذون من المنقصات. لكن رحمة الله عليه الشيخ جابر فتح المجال لجميع الشركات في العالم، وبالتالي خلال فترة أقل يعني 6-7 شهور تم إطفاء جميع الأبار. لو هذا الأمر عمل في الإسكان الله 4 سنوات أنت منتهي خالص من هذا الأمر. أعتقد هي مشكلة قابلة للتأجيل، يعني هو القصد من المشكلة يعني تكرارها وكان مشكلة مهولة، مشكلة هو يعني بيكبرها بصعبها. لا يحاولون حتى عن طريق الإعلام يحاولون أن ترى يضخمة ترى كذا، يعني وهي سهلة سهلة جدا. طيب نذهب إلى جهة النهار ونشوف عناوين النهار. وزير خارجية مصر أكد لرؤساء تحرير الصحوة الكويتية أن القمة العربية تعقد في مرحلة خطرة وحساسة. نبيل فهمي من غير الممكن تحميل الكويت ستشهد أخطر قمة في تاريخ العرب، وزراء الخارجية العرب يجتمعون اليوم للتحضير لجدول الأعمال وزعماء ومسؤولون كبار. عبد الله الثاني، القمة تتزامن مع الحاجة لعمل عربي مشترك لمواجهة التحديات. عنوان آخر، العمير تذليل جميع الصعوبات أمام العاملين في القطاع النفطي، شدد على أهمية تطوير العنصر البشري وزيادة تأهيله للنهوض بصناعة التكرير الكويتية. العدساني تراجع عن استجواب وزير النفط إجراءاته بشأن الداو والقياديين وتهريب الديزل محل تقدير. الجبري لا تنازل عن زيادتي العلاوة والرواتب وإزالة الفجوة بين دخول موظفي الدولة. والكندري التعديلات على صندوق المعسرين والأسرة تتيح ل 28 ألف مواطن حق الاقتراض من جديد. يعني تقريبا إقالة تقريبا يمكن هي الأبرز الموجودة. البلدية تحرير 2327 مخالفة خلال يناير وفبراير في المحافظات الست. هذه تقريبا هي أبرز عناوين جريدة الصباح، يمكن نفس تقريبا العناوين. نشوف النهار يعني ما فيها شيء يختلف. نشوف النهار، وزير خارجية مصر أكد لرؤساء تحرير الصحف الكويتية أن القمة العربية تعقد في مرحلة خطرة وحساسة. نبيل فهمي من غير الممكن تحميل الكويت حل جميع المشاكل العربية. قمة الكويت للمصالحة ولكن لا يمكنها معالجة كل التهديدات والتحديات والخلافات خلال يومين. المشكلات بين العرب تشكل خطر، واللعب بورقة طائفية يهدد الهوية العربية. إيران دولة ذات نفوذ وتأثير، وهناك خلافات واختلافات بيننا وبينهم. مصر لا تستطيع أن تتجاهل إيران، وطهران لا تستطيع أن تتجاهل القاهرة. الحوار مهم بين دول الخليج وطهران، وعلى إيران احترام حسن الجوار. خلافنا مع بعض الشخصيات في تركيا لا الدولة، وعليهم احترام قرار الشعب المصري. الصبيح للنهار، التفتيش مستمر على أصحاب المشاريع الصغيرة. وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم مكافحة الإرهاب وتدهور الوضع السوري. حاكم الفجيرة يمثل الإمارات، خلاف حاد حول شغل المقعد السوري. أحمد الهارون، البورصة ليست خالية من العفن، لابد من ترشيد الدعم، ولا يجب أن نستمر بدعم إسراف المواطن لكل قانون عيوب ولا ضير في تنقيح قانون هيئة الأسواق. هذه تقريبا هي أبرز عناوين جريدة النهار. أخ محمد، يعني تصريح لأحمد الهارون، يعني شو الكلام مشاهدينا الكرام، يتكلم
عن البورصة يقولك لابد من ترشيد الدعم زين، ولا يجب أن نستمر بدعم إسراف المواطن. يعني أنت المواطن الكويتي أنت مسرف، وأحمد الهارون يقولك لا يجب على الدولة دعم إسراف المواطن، يعني إهانة للمواطن الكويتي، يتهم أحمد الهارون المواطن الكويتي بالإسراف ويقول لا يجب دعم إسراف المواطن. شنو الإسراف يا حضرة الأستاذ أحمد الهارون اللي أسرف المواطن الكويتي وأنت تطالب بدعم بعدم دعم المواطن الكويتي؟ ومن أنت مع احترامنا الشديد حتى تقول هذا الكلام؟ هل الأموال هذه دفعت من جيبك الخاص أم أنتم فقط يعني في الطبقة؟ طبعا يمثل غرفة التجارة وكان أعتقد أنه وزير سابق، نعم. للأسف الشديد يقول هذا الكلام. تخيل وزير سابق ممثل لغرفة التجارة ويقول هذا الكلام، انظروا النظرة يعني الدونية للمواطن، يقول لا يجب أن تدعم دولة إسراف المواطن. يعني المواطن الكويتي أصبح مسرف بهذا الشكل، وتتكلم بعليا يعني من برج عاجي يتكلم بهذا الشكل. للأسف الشديد هذا كان وزير والآن يعني، وكان ممثل لغرفة التجارة ووزير في الحكومات السابقة، ويقول هذا الكلام وكأنه دافع من جيبه للمواطن الكويتي. لو كان من جيبك ما نبي منك ولا فلس ولا يعني أحد راح يأخذ منك ربع دينار، لكن أنتم ماذا قدمتم للدولة وماذا قدمتم للوطن حتى تقول هذا الكلام للمواطن الكويتي؟ تعليقك على تصريحات أعتقد مأخوذ خيرها، للأسف الشديد يعني يقولون هذا الكلام. والسؤال يطرح لهم، أنتم ماذا قدمتم للوطن والمواطن كغرفة التجارة وكتجار؟ لا أنا أعتقد هو كلامه يعني يتكلم عن إسراف المواطن. لا المواطن مسرف. مسرف إيه، المواطن أبو محمد من كثر السكن عنده بيتين، ما عنده مو بيت واحد، عنده مو إسراف. بدال الجامع عندنا جامعتين، إسراف. كل واحد عنده مستشفى. إيه إيه. كل واحد له مستشفى خاص. مستشفى خاص، والجانب الآخر لا يوجد في المواطن عايش في عاج يعني مبجل. والدليل على ذلك تعال شوف خير الله، ملاعب عندنا بدل ملعب واحد عندنا ملعبين. احنا ما عندنا ولا ملعب. يقول كاس العالم السنه الجايه بتكون عندنا الصيف هذا بعد. ليه؟ يقول لك افضل ملاعب في العالم يعني موجوده في الكويت. اوروبا بتجيك ووقفت على حولونا هنا عندنا. حولونا ليش؟ يعني حتى الملاعب يعني انت حتى اوروبا الملاعب. زين. لذلك نقول يقول المواطن للمواطن احمد الهارون. المواطن ترى ما عنده سكن، الطلبات وصلت الى 100,000، لا يوجد سكن لدى المواطن. إذا كان أنت تنعم في هذا السكن ف100,000 ما ينعموا بالسكن. يا أحمد الهارون ترى المواطن ما عنده جامعة إلا واحدة يتيمة من سنة 1961 إلى هذه اللحظة، ما في جامعة ثانية. الجامعة ما زالت حبيسة أدراج وحبيسة عقليات وما زالت تحترق إلى هذه اللحظة. والمواطن ما راح المستشفى حكومي يقعد 4-5-6 ساعات ينتظر دوره. طبعا ما مريت على المستشفى حكومي يا مستشفى أحمد الهارون، أنا متأكد أنك ما مريت على المستشفى حكومي، ما شفت يعني لما تجي الساعة 10 ولا 11 بالليل تعال مستشفى مبارك، تعال العدان، تعال الجهرة، تعال الفراري، تعال شوف وصف دور. أنا أعتقد جازما يمكن ما مريت يعني فقط مرور يمكن مر على المستشفيات الحكومية، ما شفت ما شفت الزحام. فبالتالي أعتقد لا يوجد موعد لأمراض الكلى إلا بعد 3 شهور، خاصة الناس اللي عندهم حصامة 3 شهور. وأنا أبين الغدة الدرقية ب7 دنانير، والمواطن قاعد يدفع على الرفاه. رفاه لا بحطك 7 دنانير إيه والله ما خليهم عدام. لا 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 أنا بس بقولك شغلة، خل بكمل لك أبا أرد عليك أنا المزايا. خلنا نقول أنا في إعلان القبس صفحة الأولى يمكن بار قبل شوي، إعلان إعلان هذا طبعا الفي آي بي مكتوب أعتقد لأحمد الهارون وجماعته، يقول لك طائرات اسعاف جوي وتوفير طائرات خاصة في اي بي نقل خارج البلاد. تعتقد احمد الهارون المواطن قادر على طائرات نقل جوي وفي اي بي خارج البلاد ينقل مريضة؟ لا والله الناس مساكين يعني يترجون اعضاء مجلس الامة ويترجون وزراء ويترجون اللي يسوى واللي ما يسوى عشان مريض يعني كان صايبه سرطان الله يشافينه ويشافي جميع المرضى، ولا مرض مو لاقي له علاج، قاعدين يترجون اللي يسوى، نزلوا قيمته ونزلوا اهانوا نفسهم عشان اقاربهم واولادهم واقاربهم على اساس يسافرون بالخارج مو قادرين. انتم ها اعلانكم موجود في القبس، لكم ترى الاعلان، هذا الاعلان في اي بي طيران نقل جوي اسعاف جوي المواطن الحكومه عندها، هذا لكم الحكومه تملك، لكن القبس يعرفون وين حطوا، حتى الشركه حاطه في القبس يعني اساسا نعرف للنخبه لجماعه احمد الهارون هم اللي قادرين على هذا التسويف. للاسف انا اتمنى اسرافكم شوي يعني يكون لاجل الدوله، نبي نشوف لنا مثلا يعني مدينه طبيه والله غرفه تجاره تبرعت فيها، نبي نشوف جامعه متكامله تبرعت فيها غرفه تجاره، نبي نشوف ملعب رياضي يعني تم بناءه تبرع عندكم، مو جناح
تسوون السيراميك تسوون الارضيات تصبغون تحطون اساميكم للاسف الشديد على الجناح والله بتبرع فلان ولا مستوصف كيربي اربع سنوات لحد الان ما تم بناءه حتى ما يكلف 100,000 بالنسبه للمليارات اللي قاعد يطلعونها 100,000 ما يكلف ولا شيء. شنو القيمه اللي قدمت اساسا؟ لامسخ محمد اليوم اليوم خبر الشاهد 29 ولايه امريكيه تبي تنفصل. شنو سبب الانفصال؟ تدري ليش السبب؟ يقولك من قو من كثر الضرائب اللي تفرض عليهم يقولك لا بنطلع من ال ننفصل عن الولايات المتحده الامريكيه. وفي بريطانيا تجار يعني اسيويين عندهم الجنسيه البريطانيه تنازلوا عن الجنسيه البريطانيه بسبب شنو الضرائب اللي تفرض هني. شنو يفرض على التاجر هني؟ يفرض هو قاعد يفرض على الدوله ضريبه التاجر مو الحكومه تفرض عليه. التاجر هو اللي قاعد يفرض على الدوله وقاعد ياخذ دينار ما يدفع للدوله وبالتالي كل شيء مجان مجان. مع ذلك ما قلنا شيء يا اخي خدمه لكن مصوصف وجناح سمينا تبرع. يعني اعتقد ان التبرعات كثيره وانا اذكر ما قيل يعني ذكر لي يعني ان مؤسسه التقدم العلمي يعني هي تتبرع تبرعت يوم من الايام 3 مليون لغرفه التجاره. ويعني انا ما اعلق الا كما نقول يعني اعتقد ان ما قال المواطن احمد الهارون للشعب الكويتي بان دراسه المزايا الممنوحه للموظفين وجدولتها بشكل عادل. اي مزايا؟ يعني اعتقد ان اقل حقوق الموظفين الان يجدونها مبالغ الاسعار. يا احمد الهارون تكلم عن اسعار العقارات والاجارات. يا احمد الهارون كنا نتمنى ان يتلمس يعني حاجات المواطن. يعني الكل يعني يغني على ليلاه ويدندن وفق ما يراه وفق ما يجده انه هو حاجه وغير حاجه. لكن انا اقول لك يعني الكلام الذي قلته بان ان هنالك مزايا وان هنالك يعني ترشيد الدعم ولا يجب ان تستمر بدعم اسراف المواطن. المواطن غير مسرف ما عنده لا جامعات ولا عنده مساكن ولا عنده اعتقد اقل ما يمكن. نحن نعيش ولله الحمد والمنه على بحيرات من النفط. كان من الاولى ان يكون لنا يعني على الاقل مساكن اقل ما يمكن. ما نبي مساكن. اعطونا يعني اتجاه شركه نحن نذهب اليها لتنفذ هذه المساكن. احنا لا نريد مساكن كثر ما اننا راح تاخذون المبلغ على داير بالليم تاخذونه من عرق وتعب المواطن. المواطن لا يملك 70,000 ولا يملك 140,000. هذه الاسعار هذه الاسعار تبدا ب 140. هذا اذا 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 انت لاعب على البيت تعطي 140 ما في. محمد اخ محمد يعني هذا هذا الكلام هذا حال هذا حال واقع هذا حال للاسف معروف يعني. ويمكن دائما استشهد لكم وذكر كثير من الكتاب المعروفين والمخضرمين القدامى. يعني اضرب هذا المثال في السبعينات حينما تم زيادة 20 دينار أيام قبل. يعني 20 دينار كان لها يعني اسم وصوت مو سهلة. أحد كبار التجار آنذاك جاء للحكومة ولام يعني أحد الشيوخ الكبار قال له 10 دنانير كافي عليهم ليش تعطونهم 20 دينار؟ شوف شوف الحسد. 20 دينار قال ليش تعطونهم 20 دينار أعطوهم 10 دنانير. فالحسد موجود من زمان موجود. يبون المواطن يعني يظل يعني يعيش عيشة المديون واللي يعني ضعيف حتى هم يتمكنون ولا لديهم كل شيء. بالنسبة لهم كل شيء مفتوح لكن مواطن لا ترشيد الدعم وما لا ندعم الإسراف. أي إسراف من المليارات اللي قاعدين تأخذونها من المناقصات اللي يعني نهبتوا الدولة كلها في مناقصات رايحة وجاية. نشوف جريدة الجريدة ونشوف عناوينها. مصر لا يمكن تحميل الكويت حل كل المشكلات والخلافات العربية. عنوان آخر ثلاث نواب يضيقون الخناق على اقتراح زيادة الأعضاء بتخليهم عنه. الجبري يملك الشجاعة لسحب توقيعي في ظل التطورات السياسية. والعازمي الجريدة رفضت التوقيع عليه قبل شهرين. حاكم الفجيرة رئيسا لوفد الإمارات. الحكومة تبحث اليوم تحضيرات القمة وعطلة الثلاثاء وانتشار السلاح وسوق الخدم. مؤسسة البترول مساع لعقود نفطية مع الصين والهند واليابان توجه لإتمام شراء حصة إضافية من الغاز المسال بإستراليا. أردوغان تعطيل تويتر إجراء وقائي لتفادي التشهير المنهجي والمعارضة تستعد للطعن على القرار وتدعو للتظاهرة ضده. وضع البورصة السيء ليس استثناء ولا يحتاج إجراءات استثنائية. تهدئة التوترات بين الغرفة وهيئة السوق تكريس لمرحلة جديدة سمتها تطوير تعاملات البورصة. الله إذا زعلت عليكم الغرفة راح تدمركم يا هيئة الأسواق بلدوزر ما هي. يبدو أخ محمد الآن يعني
تراجع النواب على موضوع تعديل الدستور او زياده شو اسمه الاعضاء؟ يمكن ذكرنا ابو محمد اعتقد لا يحتاج ان احنا نبحث امور يعني شوي تكشف امور ويتراجعون عنها. بينا لك ان هناك عجله وهناك امر ما على لماذا 17 وعلى ماذا يعني يبنون؟ على الاقل لو واحد من النواب ال 17 او الذين وقعوا واحد طلع وقال عشان هالشكل نبي يعني شيء يستندون له ما في شيء. نعم. الانباء الحكومه بدات اجراءات زياده الرواتب هذا عنوانها و طبعا ماكو شيء اجراءات تعديل الرواتب والسوالف هذا. مليار و300 مليون دولار للمشروعات الصغيره والمتوسطه بالدول العربيه. هذه مبادرات طبعا. اقتصاديون يعرضون تعديل قانون هيئه الاسواق، عضو الغرفه نصحنا الهيئه من باب الصداقه. تعيين مختارين لمنطقه الجهراء القديمه ومدينه سعد العبد الله. طبعا الحين ما عينوا بس راح يعينون يعني الخبر، لكن ما ادري العنوان يقول تعيين. منو شر المختار؟ لا والله عينوا. عينها منو؟ طبعا اكد مصدر مسؤول انه سيتم خلال اول ابريل تعيين مختارين، احدهما للجهراء القديمه خلف المختار لمختارها متعب السعيد الذي توفى الله خلال يناير، والثاني مدينه سعد خلفا ل طبعا مو مكتوب اساميهم يعني راح يتم تعيينهم. راح ان شاء الله تطوير راح يصير. لا ان شاء الله. فيها تطوير مختاريه؟ نعم نعم. لا 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 تطوير في المناطق، في المنطقه اللي ذكرتها لا تبدا على يعني اسس معينه اعتقد حتى الممشى بيصير دورين. دورين؟ هذا بعد ما يحطوا جديد مختارين الجدد ها؟ اي مختارين شيء نظره جديده. طيب الوطن فيها خبر فرقه امنيه لضبط 12,000 محكوم هارب. حول الوقت الا بالله. يعني غريب الرقم 12,000 محكوم هارب، انا اتوقع انه يعني ما ادري هل المقصد فيه اللي عليه القاء قبض يعني كثير من هارب يعني عليه حكم يعني اغلبها شركات يعني حاطه احكام، حتى شركات الاتصال والامور هذه مع السفر والسوالف هذه يعني عليهم، هل يعتبر من ضمن هذا الخبر؟ ما ادري بالوطن صراحه كبير شويه كبير جدا كبير جدا ويضع علامات استفهام يعني هل هو حقيقه مو حقيقه؟ انا شك امانه في هذا الرقم 12,000 محكوم هارب الا يقصدون يعني يعني منع السفر يمكن يقصدون ما ادري التفاصيل شنو، لكن يقول لك الخبر محمد الخالد يامر بانشائها وقوامها 250 عنصر من مختلف القطاعات الامنيه فرقه ضبط المحكومين مدعمه باليات ثقيله وخفيفه تضم عناصر نسائيه التجاره حظر استيراد وتداول البنادق الهوائيه عيار 7 ملي الا بترخيص منع بيع الاسلحه لمن هم دون 21 والبائعون ملزمون بتسجيل بيانات المشتري والبندقيه المبيعه مجلس الوزراء يناقش اليوم قضيه انتشار الاسلحه وزير الداخليه يشرح الاليه للتعامل معها المدعج نحترم توجهات النواب لتعديل أسواق المال والقمة العربية توافق في مواجهة الأزمات وماضي الهاجي نرفض أي مماطلة حكومية بعلاوة الأولاد دع المجلس لحسب طيب التجارة حظر استيراد وتداول البنادق الهوائية عيار 7 ملي إلا بترخيص أخي محمد أنا أتمنى من كل قلبي أن وزارة التجارة وزارة الداخلية يمنعون تماما بنادق الصيد هاي كلها مع الفشق مع كل أمورها، ليش؟ لأن اللي حاصل عندنا أمانة مجزرة والله مجزرة، دمروا البيئة ودمروا الطيور وقتلوا وعملوا للأسف يعني وكأن في مجاعة وتعالوا شوفوهم مشاهدينا الكرام تعالوا شوفوهم في السحاري والبران كل مكان ما شاء الله، ويا ليتك تسلم وأنت رايح بالطريق الكل يعني يرمي أطفال ومراهقين ويعني أعمار صغيرة والكل مع بندقية ومع أم صجمة ومع منع وضرب وكأننا داخلين في حرب تعالوا شوفوهم بعد صلاة الفجر طريق السالمي راح يشوفوه ما أدري عندكم بعد نفس السالفة ولا لا الحمد لله الحمد لله مو موجودة الظاهر كل هناك عندنا زين فماني عارف أمانة يعني كأن إحنا الكويت قارة وسامحين بهذا الصيد يا أخي يعني امنع الأمور هذه ما لها أي معنى أمانة يعني يعني كل اللي عندنا طيور مهاجرة أعطوها مجال مسكين ما تعدي الكويت مرة واحدة بس توصل الكويت خلاص إعدام وبالتالي للأسف أخي محمد قاعد نلاحظ أطفال والله العظيم مراهقين والله 15 16 17 14 سنة معهم بنادق وقاعدين الكل قاعد يسوق والكل قاعد يصيد ويقول لا يا ليت يعني خلوا البر ودشوا بين القارين يعني طريق السالم قاعد يصيدون مكان الشجر ما خلوا شيء أخي محمد لماذا وزارة التجارة يعني قاعد تسمح لا زالت يعني محددين يعني 7 ملي وسوالف هذه ليش ما يمنع مرة واحدة دول الخليج الأخرى أخي محمد ممنوع غير موجود عندهم الأمور هذه تماما يعني البنادق الصيد ممنوعه تماما عندهم. لا شوف انا مو اقارن بدول الخليج لان دول الخليج لديهم شيء مو موجود في الكويت يعني هم عندهم ترخيص السلاح يعني ترخيص السلاح موجود.
شهادات ولا فيها شيء من الرشاش الى اخره. لا 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 انا ما اتكلم بسبيلك الرشاش طبعا ما راح تصيد فيه الرشاش، انا اتكلمك على الصيد يعني من باب يعني الصيد الموضوع. هم ما عندهم صيد لكن عندهم سلاحات. انا ما لي علاقه بالسلاح، انا على الصيد اتكلم. بس ابين لك يعني هم شالوا شيء وجدوا شيء، لكن ما ودي اتكلم في هذا. ادري فاهم، بس اخ محمد منعوا بنادق الصيد هذه لاجل المحافظه يعني على الثروه الحيوانيه والبيئه والامور هذه. ليش؟ انت ممكن يكون الصيد عن طريق مثلا الصقور والامور هذه، هذا مسموح لان متوافقه تقريبا مع البيئه مع طبيعه الطيور في هذا الجانب، لكن الصيد والتدمير بهذا الشكل. بس انا حتى اوفق في هذه القضيه، ودنا نختصر لهم عاد بقى وقت. شكلك عندك من دقيقه صيد انت وما ودك انت تتكلم في هذا الموضوع. وش فيه؟ ما في شيء. ما دام يسمع عشان كذا مو عاجبك كلامي. لا لا مو قصدي عاجبني، يعني القصد منه اقتناعها وفق قوانين، القوانين وضعت لهذه الطريقه. لكن قوانين بكمل لك ابوي، انت ما تخلي انت اسال الجواب. زين لحظه لحظه تفضل. القوانين قاعدين ما خلوا طير، ما خلوا خلص الوقت، ما خلوا زعر، ما خلوا بصوه، ما خلوا شيء، صادوش زرازير بكل مكان، حتى زرازير قاعدين يرمون فيها. اي شو اسمه والله العظيم خلوا شيء، اي شيء طاير صكوه ما في محتركه. والله ما في شيء، ما خلوا شيء يا جماعه والله العظيم. الله يكفينا شركم يا شمال. العموم يعني انا كنت اتمنى ان يكون هناك تقنين. انا ارفض اللي قاعد يصير حاليا، هنالك امر لا يعني لا نريد ان نصل الى امر لا يحمد عقباه، لكن ما يحدث الآن يعني شيء يعني نحن نراه بالأفلام ونراه بهذه الواتسابات، شيء أعتقد أنه لا يجب على وزارة الداخلية التي منحت الترخيص وكانت مساهمة في الترخيص وكذلك وزارة التجارة أن تقلل أو تقنن بشكل آخر، دراسة أخرى، تطور آخر، يبحث عن هذا ويفتح هذا الملف لكي يتم تقنينه بشكل آخر. أنا أدعوك إلى صلاة الفجر في طريق السالمي وشوف بعد صلاة الفجر شلون الحرب راح تقوم هناك. الحرب العالمية الثالثة راح تشوف بعد صلاة الفجر مع بس طلعت النور، شوفوا شلون الرمي والصيد وكأن مجاعة يعني صايرة عندنا هناك على الصيد، ويا ليت يعني يوكل يعني قاعد يعني تم صيد بالمئات من الطيور. صيد نعم. صيد جائر ما أعرف صيد جائر نعم. يعني مهما يكون يعني الله سبحانه وتعالى أحل هذا الصيد لأجل يعني حاجة، لكن زيادة على الحاجة هذا فيها إسراف وفيها ظلم كبير وتعدي على يعني الطيور. نشوف كاركتير الشاهد. خلتنا خبر، في خبر نتكلم عاد في وقت. يلا اذا في خبر خبير مصري يعني تبغى نشوف الكاركتير اول شيء. شو الكاركتير؟ يلا والله قمه العربيه فعلا والله يعني والله مليئه بمكافحه الارهاب كله مكافحه الارهاب تنفجر. نشوف الخبر الاخير على السريع. بس خبير مصري يزور تصاريح الدخول الى مصفات النفط بالشعيبه، رجال الرقابه الامنيه ضبطوها مع 10 عمال. وهذه الرقابه الامنيه ضبطوا هذه التصاريح، ونتمنى هذه امور امنيه سواء خبير مصر ذكروا الخبراء الحين ما شاء الله كل خبير يعني عندنا خبير الخبير وسكرتير الخبير وصارت عندنا عندنا الخبير راح والخبير رد والله لا بالخبر ولا في تطوير. خلينا نشوف الكاركتير الثاني عشان ما تذكر. عموما تقريبا المخرج يقول خلصنا اخ محمد شكرا جزيلا لك. العفو محمد. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، امل ان تكونوا قد استمتعتوا معنا، نراكم ان شاء الله في القد باذن الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.